جمال جمال بالله حركه المزود صراحه طير يا بي جاتكم فيديو جديد. طبعا اليوم الفيديو بالمزاد ويا السيارات مثل ما تشوفون. هاي اول تجربه لي بالمزاد واول مره اجي المزاد طبعا ويا محمود فتشي، فخليكم ويانا جربنا هواي سيارات اس ار تيات وكل شيء. هاي عندنا هنا الار تي تشارجر، هي موديل هاي تقريبا 2012 هاي هي صنروف كلش حلوه. هاي ار تي كلش حلوه، البنيد نفس المحرك مالتنا تقريبا راح يطلع. شفنا البنيد محمود نفس المحرك، كان صلابه 700 في 8. اسمع صوتها شغل لي اياها خلينا نسمع. اسمع الطلب مالتها ها محمود، اخذ الواهس كالعاده ياخذ الواهس ما معدلين عليها ولا شيء يعني. حلوه 2012 بس كلش حلوه صح؟ ماشي قليل هاي، اذا انا متابعها بالوقت ماشي قليل هاي. راح يكون سعرها تقريبا داخلها حلو، سعرها حيكون كلش رخيص. خوش مواصفات فيها، هيرت سيتس كراسي كلها جلد، سيارة حلوة ما شاء الله. محمود ها جيب كومباس 2019 كلش حلوة ما شاء الله، بعد داخلها جلد مواصفات حلوة والله. صعد فيها ماشي 33000 فيه والله، وشاشة كبيرة مواصفات حلوة بس ما بيها صنروف. حلوة السيارة خوش مواصفات. هذا الولد يجرب الفورد هسه راح يطلع بيها. طبعا راح نحاول ناخذ كم سياره ونطلع بيها شويه نفتار تيست درايف يعني نسويها ونشوف تسارحهم وكذا سوالف، فخليكم ويانا. بابا ايش لقيت؟ اس ار تي يا الله. شوف انا اياها نفس اللون، متناسقين محمود متناسقين. اس ار تي محمود شغلها مع الصوت. هذا الوحش، هذا العشق، هذا العشق ما شاء الله تخبل. محمود كالعادة ما مصدق. محمود ها محمود هلكات ما مصدق شباب. محمود يريدها بعد قفل بها الريد كي، الكي الاحمر نصي شوية بعد ما بعد الباج هذا مالتها ما شاء الله. لك تخبل ما شاء الله الاس ار تي. يلا لك شنو بابا اس ار تي مستحيل القرآن وين اس ار تي يابا وينكم ما شاء الله. متناسقين راح ازعل عليها ان شاء الله. شلون تفتح هذا؟ لا ها حبيبي هذا مال بيت، هذا اذا عندك بيت تفتح باب جراجك فانت من هاي تفتح هيجي. عمي افتح هيجي افتح افتح وهذا اوتو راح نسد. طبعا ما بيها مانزين السياره انفتح. الله اس ار تي محمود دير بالك اس ار تي يعني مو مال، مع احترامي لك مو مال جهال وعلى الستيرن حبيبي هالكات. روح عيني بعصب ما حبيبي، مو هذا الكيل احمر ما فعل، اعتقد انه فعلين كيل اسود. لا قول الدوسه مالتها مو مثل اي بعدها هنا هسه راح نضبطها. خلينا نروح تست درايف باخذين السيارات المضروبات هناك. طبعا احنا اليوم جان على سيارات كلين تايتل، جان على سيارات كلين تايتل. يلا حبيبي روح مستعد. يلا طبعا لا طيرنا اول مره بحياتي اسوق اس ار تي، اول مره استسوق انا وراك راح اجربها. يلا روح خلينا نشوف. بسم الله يلا روح. تفتر السيارة، تفتر السيارة شباب بسرعة. اولي ما شاء الله شنو هاي؟ وحش الهيلكات اقسم بالله، وحش 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 وحش. مو سيارة محمود، محمود لازم اسوقها ماما ما اتحمل، لازم اسوقها والله. اطبق اطبق عسل اطبق. شباب اول مرة بحياتي اصعد هيلكات ما شاء الله، بعد المواصفات والهاي بتشي خرافي. محمود مع السنة مش قد حلو طالع وياها هي مع السنة وبعاني نفس اللون انا. طبعا سبورت ما تنفع له محمود، بعشا خليها على سبورت حبيبي، او تعرف شنو خليها تراك. لا لا سبورت سبورت حط سبورت. قد فعل 707 هورس باور، حط السبورت. السبورت ايش قد السبورت؟ خلي خلي السبورت روح. بس انا صار ثقيل محمود، يعني التحكم كله بيدي هسه. اي ليتس جيم خلينا نسوي شيء. العمير مو تدعمنا ما دام على حبيبي. يلا هسه حاليا راح يشلع شلع مو هيلكات. يلا روح روح ابو الشباب روح. وين حركة المزود بعد الدخان اللي وانا سموك ويلي اقسم بالله حركة المزود حرق. انا خوك على قولت ناهي اقسم بالله قوة يعني ان شاء الله اجيبها اجيبها ان شاء الله. بعد تايرات قبل قبل بعد المزاد شوفوا شوفوا المزاد احترق يا ابوي هسه حرقت ام المزاد اليوم انصدم.
بس راح بس ما شاء الله الهيلكات بس انا شفتها من بعيد شو ماك الهيلكات شباب يعني فتشي ما شاء الله وحش يعني اطق لهم تحيه هاي الدوج طفيها شباب او شنو نسينا الصن روف نسينا الصن روف طبعا خلنا نسده نسده يلا هسه نروح اسمعوا لي هاي جيب SRT 8 محرك SRT طبعا ما شاء الله كلش حلوه هاي موديل قديم بس خل اتاكد اي موديل موديل 2010 جيب جراند شيروكي ما شاء الله مواصفاتها كلش حلوه هاي الكراسي مالتها كراسي عليها SRT كلش حلوه صعبين نشوفها الستيرن مالتها حلو والله هذا داخلها يعني السيارة ما شاء الله كلش حلوة اكيد طيارة هاي السيارة طبعا كلش حلوة بها صنروف همين وحلو نشوفها من برا نرجع هاي السيارة من برا الشكل كلش كلش حلو والله كلش حلو عليها بريكات برمبوز همين بريكات مال SRT السيارة جميلة وصلنا هنا يا بيم البي ام السيد مالتهم ها محمود تقول 2015 يعني شركة مال ليكسس جاي يبيعون بي ام هذا محمود محمود خبصنا محمود شنو رايك بالبي ام بالمان بعد المواصفات حلوه حلوه هاي هنا من قدام كلش حلوه السياره اقول لك سديت السلات مال تشارجر سديته اي أيوه راح والله قديم محمود حلو باي السمس تنزل لك من فوق السمس انت تسحق بالسمس هاي يا محمود اسمعوا لي هاي السبارو طبعا هاي نفس اللي عندي بالبيت بس هاي احدث شويه ومواصفات حلوه هاي WRX كلش حلوه تكون كلش سريعه وهاي السياره من جوا طبعا كلش حلوه احسها نفس ماتي بس هاي حديثه شويه مواصفاتها كلش حلوه السبارو من السيارات اللي كلش احبها السيارات اليابانيه كلش احبها بمواصفات جدا حلوه هاي تكون جدا سريعه حاول اشغلها حلوه بها شفتات طبعا نفس باكستان نفس ما يحسه شويه فناخذها فرح نشوف شلون السياره حلوه لا سياقتها هسه راح نطلع نشوف ماك احد ما شاء الله كلش حلوه هاي السباره سياقتها جدا جميله شوف هالكامارو هسه جاي اشوفكم اياها السباره وش لا هسه راح اشوف تسارعها والله ما شاء الله طارت فخلي افتح محرك احس بها صوت مع التربو او كذا اعتقد بها سنجل تربو يعني تربو واحد بها يمكن فخليكم ايانا محركها اعتقد نفس تصميم المحرك مالي بس هاي اعتقد ما اعرف اذا بها تربو او لا فيكونن 4 سلندر معدلات وكلش خلص سيارة السبارو ها من قدام كلش حلوة هذيش الهيلكات شباب طبعا هذا المزاد بانواع السيارات مثل ما تشوفون بس انا دا احاول اصور لكم سيارات السبورتيه راح اجرب الكامارو بس باعوا لي اياها شوف هذا بالكامارو مال الحمراء حلوه راح اجرب هاي الكامارو كشف كلش حلوه خلي اشوفها يا موديل يا مواصفات طبعا موديل 2013 كامارو ماشي 6000 كلش حلوه طبعا صار هوا ما اعرف اذا سمعوني لو لا بس باع من ورا ما شاء الله كلش حلوه كلش حلوه الكامارو خلي اشوفها من جوا شلونها هاي من جوا كراسي حلوة مثل ما تشوفون السيارة كشف صراحة قاعدة الكامارو يعني مو واسعة خلينا نقول مثل الدوج مثل تشارجر او تشالنجر لان ما تشوف اكثر شيء بس حلوة السيارة مع ذلك خلينا نشغلها شغلناها هاي السيارة مواصفات طبعا حلوة تات سكرين والكامارو حلو قال اوتوماتيك فخل نعدلها اضبط حالي واروح نسوي لها تيست درايف خليكم ويانا نحاول نفتح الكشف مال كامارو محمود اوكي شباب قررت ما راح افتح الروف لان لازم اسوي هواي شغلات لازم تروح لي ورا بالصندوق وتوخر فد شغله وترجعها ما اعرف يعني مثل ما تشوفون دادس على الدقمه يطلع لي هذا من نافه خليها الروف هسه مو وقته راح اروح نجربها نسوق وهسه وصلنا راح نشوف تسارع الكامارو يلا بابا عايز قاعد بطنش بالقاع حلو حلو كامارو حلو والله ما شاء الله شباب حلوه الكامارو سريعه
هاي السيارة ولا الكامارا؟ هاي الكامارا حلوة. الكامارا هنا عندنا موستنج 2012 طبعا موديل قديم. هاي الموستنج القديمة داخلها جوزي كلش حلو قرع عادي. ها كله رياض اليوم. وهاي من قدام حلوة. بس محمود قال لي اريد اشوفك شغلة رياضية اريد اشوفني فخلنا نشوف وين راح يودينا. اخاف راح يودينا سايبة. باع الكوربت باع الوحش باع الوحش. هاي السيارة طبعا فتشي. المشكلة شنو بيها محمود؟ الباتري قايم صح؟ كلش حلوة السيارة موديل 2000 حلوة. ايش لقيت؟ هاي السيارة عشاقها، واحدة من سيارات احلامي تكون عندي هاي. بس باعوا لي اياها وحش مو سيارة. ما شاء الله باع الويال باع تارات سيارة جبلية كلش حلوة. طبعا الصراحة ما اعرف اي شيء عن اسعار هاي السيارة واعتقد ان هي راح تكون كلش غالية لان السيارة معدلة. باعوا من ورا باع الوحش فتشي كلش حلوة. خل اشوف من الداخل شلون هي. ها من ورا حلوة السيارة. طبعا هذا كله بالصيف يشيلوه فتصير سيارة كشف. ها من قدام نصعد. يا الله انا اعتقد موديل قديم بس هو معدلها الولد هنا انا جاي بيعوها. فالسيارة كلش حلوة. جير عادي باع الجير. ها شنو هذا الجير الثاني؟ صراحة ما اعرف كتبوا لي هذا شنو هذا الجير الثاني؟ الجير صغيروني شي سوى هذا. اعتقد هذا مال مناطق جبلية او كذا يمكن ما متأكد. بس السيارة كلش حلوة. مع السيارة من قدام وحش مو سيارة. مهما صعد بهاي دا جربها طفت بينا بنزين. ما بيها بنزين طفت. ها شغلوا الكوربيت بدنا نشوفها شغلوها. بس احتمال نروح احنا نسوقها وراها. هذا خلي الشارجر مالي شباب. وهذا المزاد مثل ما تشوفون باع صوت باع طرب باع الوحش سوبر تشارج هيل كات. هسه راح نشوف بعد ندور سيارات نشوف منها. طبعا لين هاي اول مره الي هنا بالمزاد تجربه سيارات فشوي شوي راح اصير لكم فيديوهات اكثر وسيارات اكثر وانواع اللي تحبوهم ان شاء الله. بس باعوا لي سليقيت هالكاديلاك طبعا رئاسيه ما شاء الله كلش حلوه. اعتقد 2018 حسب ما اعرف يمكن 2018 ماشي 22 all wheel drive دفع رباعي سيارة فخامة. خشوفكم اياها من جوا 2018 صنروف مالتها ما ماشي. محمود تعال اصعد من هناك صورني. بس باعوا لي السيارة من جوا مع السيارة الفخامة. هذا محمود راح يصعد نشغلها. بس باع باع من فتحة الباب باوع. الله شنو هاي شغلنا سيارة. خلنا نصل اغاني شوية خشوية رجع الكرسي. يعني هذا كان يسوقها مقدم الكرسي من الاستيرن. يعني تشوفون كاميرا بالاستيرن في رجع الكرسي من هنا كرسي رجع محمود. نفتح هذا الاول نفتح الثاني لا لا نفتح الثاني يلا. لا العفو هاي شنو طبعا اكو بيها اثنين فبس نفتح هذا حاليا. باعوا يلا محمود باع القر مالتها ما شاء الله كلش حلو. باعوا لي مالتها باع محمود السيارة طالعة كاملة طبعا يبين لك من جميع الزوايا. هاي من فوق كاميرا بيها. هاي من فوق كاميرا يعني قمر صناعي وكذا سوالف كلش حلوة. مطار السيارة محمود ازم حبيبي شيني ها عمي رجاك عمي, عمي السالفة مطارة يا بي السالفة مطارة. انا عبالي تلقاها بالبي ام تلقاها هاي مو بالكاد لايك بس شي جديد صراحة السيارة كلش حلوة. ما بيها دقمة بيها دقمة حبيبي منك الدقمة راوي. انا ما متعود هذا محمود ما متعود محمود مال مال فورد هيتي فورد هواي عليه مو وعد تصوير يا بي واحد. اسمع شكله يعني طبعا الداخل مالك هذا لايك اللون مالته طبعا نفس اللون مال شاكيت مالتك ايه الداخل طبعا متناسق. انا السيارات اليوم كلها متناسقه ابو الشقه مال العراق فهي طالعه والله هالشيء حلو. هسه حلوه هسه صرت اشوف الشلعه مالتها شوف الشلعه مالتها. يا لحلى هي تشارجر كفخامه حبيبي هاي اكيد هذا قالوا لك تشارجر او كادلاك ايش تختار؟ تشارجر بالنسبه لي تشارجر احب السرعه والقوه. هسه حاليا راح ننطلق يلا روح شوي. اه زعلان تشمرني ليش؟ ليش تضربني بالكرسي؟ شو مسوي لك؟
بابا الله عليك يا كان الله سريعه شنو السالفه السياره كل سريعه حلوه ايش يا عم ترام بيصعد بيها دوس طبعا بيها شويه رشفه بالبريك اعتقد بيها مشكله بالبريك تدوس بريك شويه شاي تقطع بيك تقطع اي هو بالبريك شويه سامي فشي السياره روعه بالسياره روعه طرقها وين طرقها هاي جيب شفتم اياها طبعا نختنع انت هاي اس ار تي تنع اس ار تي بعد حبيبي تعال بقى هاي جيب اس ار تي هاي نعمت الاس ار تي شكلها يا اخي عادية مو عادية حبيبي افتح المحرك نشوف المحرك مالتها محمود مع بال هاي اس ار تي فهسه خلينا نصدمه المحمود عيب عليك بال اس ار تي حبيبي بال الموبار بال الاير انتيك مالتها ثقة شباب متحمس كلش والله نشغل السويتش مالتها يا الله بسم الله باع صوت باع تجيب العب طبعا السيارة ما بيها اي اضوية محمود متحمس يلا روح اوقف حبيبي عايز ايدك محمود هذا نازل اس ار تي 8 اعتقد بيها مشكل او تار محمود مالتها ناز هذا اليمنى لو تشوفون هذا التار اليمنى جاي اشر والتار اللي ورا اعتقد التار اليمنى فاشي شويه دوس عمي هاي اس ار تي تاكله مو خاف صار لنا مشكله محمود شنو رايك بالسياره عمي هاي طبعا جي 2000 ايش قد هاي 2010 اس ار تي المحرك 6.1 اي يا يعني 6100 يعني طلقه مو سياره واس يو في فشي خرافي عندنا هنا هالمريه جاي تجرب البي ام جاي تستعرض واكو هواي ناس همين فاحنا وراهم انا هاي الصراحه الجيب ما عبالي انه اس ار تي عبالي جيب عادي طبعا محمود اس ار تي عبالي جيب عاديه محمود تبارك حبيبي على السيارات ان شاء الله انا اسف انا اعتذر من عندك بس شوفوا هناك السيارات هواي مضروبه شوف ديك التشالنجر محمود اول وحده التشالنجر هاي هناك احتمال يجي فد يوم نشوفكم السيارات المضروبه وكذا سوالف وكذا اسعارهم وكذا بس حاليا خلي يطلعون ذولي خذ راحتك اجوا بالتشارجر طبعا يعني التشارجر طبعا التشارجر العالم اليوم كله عليها بس ما صار على السريع من هذا الدقيقه شوف هسه راح اطير ايوه بيت طلقه طلقتي ما شاء الله مع صوت محرك مسكين شنو الفرق بينها وبين التشارجر؟ لا محمود هاي اقوى والله اكبر لا التشارجر مو اقوى عندي 6.4 قصدك التشارجر الهلكات لا الهلكات اقوى من هاي ديتشي ايش قد ديتشي 6.4 التشارجر صعدناها ديتشي هلكات 6.2 اه 6200 الهلكات بس هاي 6100 القوة يعني هاي اقوى بيها من ديتشي؟ لا ديتشي اقوى ما صارت عاصفة هسه هو كثر احتمال ازايد عليها ونشوف اذا كانت السعر مناسب راح ازايد عليها ان شاء الله اخذها فخليكم شوفوا المستقبل شو راح يصير معنا رجع للهيلكات راح نشوف الانجن هذا رجال جربها وفره جربها خلينا نفتح الانجن محمود خبصنا يريد يشوف الانجن مال الهيلكات بس باعوا لي يا شنو هالجمال جمال والله برو اي لاف هيلكات اي لاف هم طبعا سوبر تشارج السياره طبعا اموت على الهيلكات عشقها ان شاء الله اجيب لي واحده لازم 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 الصوت مالتها عشق هذا محمود راح اصور لكم الكاديلاك القديم اذا ترتون تروح قناته تشوف محمود ما عجب القديم محمود انا ما اعرف عاجبني الهلكات اللي يعرفني يعرف عندي مثل هاي السياره وسبقت بيها ويا عبد الله وغلفته هاي السياره سي 200 لحد 2015 اعتقد ووقفوا تصنيع هاي السياره بس السياره صراحه كلش حلوه 4 سلندر واقتصاديه وحلوه والله خو السياره بعالي العضلات الامريكيه طبعا هاي تشالنجر وهاي تشارجر وراها وهاي كامارو الصفره وراهن طبعا هاي تشارجر هاي تشالنجر 2019 اعتقد هاي في 6 ما اعتقد هاي ار تي في 6 بس باع الويالا مالتها ما شاء الله كلش حلوه باعها من ورا نسمع العبودي بس تارات الويالا يختلفن فخلنا نشوف هالسياره ما شاء الله قاعده تشالنجر الصراحه كلش مريحه تبيها شويه شاشه اكبر يعني مو كلش كبيره مثل مال ار تي بس شويه يعني اصغر السياره كلش حلوه ما اعرف اذا اخذكم تيست درايف بيها او لا خل اشوفكم التشارجر والكاميرا الصفراء اعتقد هاي تشارجر 2017 هاي تشارجر طبعا ما اعتقد هاي ار تي اعتقد هاي في 6 حلوه السياره ومن جوا كراسي تدفئه وحلوه السياره اشوفكم اياها من هنا هاي طبعا من الداخل السياره كلش حلوه بس ما بيها صنروف وحلوه السياره اشوفكم الكاميرا هسه الكاميرا ار اس هي ضربه بسيطه هنا اعتقد هم تروح راح تروح بسعر زين او لا والله هاي طبعا من هنا
انه انا مطعوجه هاي داخله. السياره حلوه، سياره 2017 بس الكامارو شفتكم اياها قبل شويه، بس هاي ما بيها، بيها بس صن روف. حلوه السياره. هاي شنو واحد ضربه طلقه؟ ما اعرف هاي شلون مزروفه منه انا صراحه، ما اعرف شنو السبب، اعتقد طلقه وكذا يمكن. من انا مشخطه شويه السياره بس حلوه، اللون مالتها حلو ليموني هيك يعني اللون حلوه. بس اللي لقينا تشالنجر هيمي في 8، طبعا نفس لون سيارتي بالضبط، نفس اللون مالي ما تشارجر. ايش لقيت؟ لقيت هاي السياره اكرا تي ال اكس. طبعا هذا محمود يجي هسه راح نسوق هاي السياره، راح نشوف تسارعها. محمود راح تلاقي قدامي وانا راح اشوف هاي السياره واطلع ورا. بس هاي السياره فتشي خرافي، بس بعد واخلها الحمراء ويا الاسود ما شاء الله فتشي. اعتذر عن الهواء لان اكو هواي هواء بس بعد داخل مالتها. سيارات الاكرا هاي الرياضيه تكون يعني اعلى فئه بالاكرا هاي السياره تكون، وكل السريعه حلوه. شوفكم اياها من قدام، بس باعوا لي اياها من قدام شبح مو سياره، فخلنا نصعد بيها على السريع. اليوم الهواء صار كلش هواء قوي، فهسه راح اصعد بيها، راح اسوي تيست درايف. خليني اشغل هواء شيء بريك، ما بيها اي صوت طبعا السياره. شوف 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 الكرسي شلون قدم. بس انا راح ارجعه نسارج ليانات طوال. بس باعوا ما شاء الله السياره كلش حلوه، ف خليها على الدي. هنا الدي اعتقد ندوس هذا، السياره صارت دي هسه، بس احنا لا اريد ارجعها. ندوس ار راح ترجع الكاميرا هنا، انا راح ارجعها. شوف ماك احد منا الاستيارة مالتها ما شاء الله كلش حلو. نعدل المراية ما شاء الله السيارة مواصفات جدا روعة، والسلاسل بالسيارة كلش حلوة ما شاء الله تطير. خلينا نجرب هسه صراحة. ذاك محمود راح قدامي هسه صار، فاني ورا. هيمي ار تي 8 سلندر، خلينا نشوف محمود راح يسلق بيها. لا طبعا راح تبطن شويه مثل ما عرفت بطنشت. خلينا نشوف الصراحه. يا الله بسم الله طبعا ما سطر على السياره، السياره كلش ما شاء الله طياره مو سياره ما شاء الله، السياره كلش سريعه. اليوم جربنا هواي سيارات انا ومحمود، هواي هواي سيارات جربنا، ف ما اعرف الصراحه صار لنا تقريبا 4 ساعات بالمزاد 3 ساعات هيجي. هسه راح نطبقهن. طبعا محمود اخذ المكان كله. يا الار شفنا شوي شوي نرجعها لان السيارات مو مالتنا ولازم ننتبه يعني اكثر واكثر. فخلاص طبقت السياره اوكي. بس بعد عرفت هذا يشحن تليفوني، يعني تخلي تليفونك هنا يشحن. المواصفات هاي جدا حلوه وجميله، والسياره ما شاء الله كلش عجبتني كلش حلوه. فخلي اشحن تليفوني شوي لين راح يطفى وارجع لكم. قولوا لنا شنو اراكم، شنو السيارات اللي تحبوها، على مود اشوفكم اياها اكثر واكثر. باب هسه خلصنا انا ومحمود، يعني جربنا هواي سيارات اشتكوا علينا والله، قالوا لنا خلاص كافي طلعوا، صار لنا كم ساعه هنا. فخلص المزاد ان شاء الله نرجع له في يوم من الايام نصور. شفنا سيارات المزاد، هسه لازم اصوركم سيارتي شويه مثل ما تعرفون. ارتي محمود يريد يسوق، محمود ما مصدق. هاي سيارتي مثل ما تعرفون حلوه. يلا نروح. باعوا هنا اسم الله صار حادث كلش قوي، الله يستر. بس يا الله السيارة حادث كلش قوي، عطيه ان شاء الله يقوم بالسلامة والله. فهسه راح اروح البيت محمود، راح نتجمع، قررنا نروح نلعب طوبة ويا شباب. شوف الخبل باع ولا قاعد راحة، ولا قاعد راحة باع. فين بامان الله هيجي قاعدين ومستقرين هنا متونسين باع ولا قاعد. الناس الدنيا ليل طبعا كالعادة مخبل الدنيا، يعني ما مصدق يجي سيارته عدلها سوى صالصات مالتها، ما مصدق عبولي. شوف
هسه قام يرمش يسار يميني يسار. هاي دي سوي باع حرقوا من اللايتات. هذاك محمود المكان بعد 40 دقيقة، المفروض احنا هناك نكون ساعة بالتسعة متوعدين الولد، بس محمود كالعادة مأخرنا. واش مسوي بينا كالعادة؟ مأخرنا كالعادة محمود. واخيرا وصلنا عبودي، وصلنا الولاء. طبعا عبد الله جاي مشي على كيف دمرنا، قال لي معود روح انا متاخرين ساعه ب 9:30، محمود اخرني، هذا مشي على كيف، وانا طوي جاني يعني لو جاب سيارتي محسن وانا لو بصعد لي ورا والله دمرني اخرني ما يصعد انا هذا براسي اسمه هذا ما يعرف ايش ذق دمرنا كل ساعه يدس البنزين. ها 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 عبود عايش عليك لسه واخر لك لكم اليوم عبود لا عبود لا ايه بابا يصور بدون اضاءه. انا ادري غيرت اليوتيوبر، غيرت اليوتيوبر مالتني، غيرت اليوتيوبر فتح شنطه. ليش تبيني ليش؟ يلا وصلنا لولا الشرطه كافي. الشرطه وين تحزمه شباب؟ وين احزمه؟ ما هو الشرطه هذا من هو؟ من هو ذاك؟ عمو سوى نفسه فيهم بالكعبه ضربه كله هسه افطره راسي. شباب بحكي عبد الله ترى وين؟ ما كل مكان افتح شيء تدفي على الجامعه حبيبي. يلا نزل شبابيك خل محمود نزل شبابيك. الجو بارد تدفي اماكو ما افتهم. انا ما برد في عليك. الله يلا شباب با 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 شوف شوف الخبز باعوا با با الخبز باعوا حساد شرطي دقيقة وقف شكرا اخي شرطي عركي 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 يوم عاودين جد وين احنا وين رايحين؟ ذاك المحل يا محل ذاك الملعب. خلنا نضرب برنات قبل ما نطب الملعب يصير. فراح يحرقنا يا الله راح يطردونا. صاروا طردونا يا رب. تسجيل دخول الامير. تسجيل دخول العب. دينا الملعب. نسيت وين. دينا الملعب يا رب. برنات. لك لك لك. هذا الملعب شباب. شباب هذا سايق سايق من مريدي والله من باب السرجي هذا دمرنا. شوفوا 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 ولا قد راس انضرب راس انضرب في الجامع راس انضرب في الجامع. تصليحه بسيطه. ايوه احنا متاخرين على اللحظه. انا بس جيب لها هيتر وابغالي شرطه والله. جوا وراك وراك واحد هسه دخلنا جوا راح نلعب طوبه. هذا احمد هسه خلصنا لعب. طبعا الشباب اليوم ما قصروا. اريد اذا انت الطوبات الصراحه اسمع دخل احكي هذا الطوبات ابن المريخ محمود شويه يلعب. انا صراحه ما لعبت. انا ما لعبت. اي ما لعبت. ليش؟ لان الصراحه صار لي وين ملاعب. صار لي وين ملاعب. كذاب كذاب هذا هو. كذاب. هذا احمد اداء ممتاز. هنا وصلنا نهاية الفيديو شباب. اتمنى استمتعتوا. لا تنسوا من اللايك والمشاركة والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. طبعا اردت اسوي تعديل على الشارجر بس الصراحة القطع اتأخرا. فان شاء الله راح يكون فيديو قريب على الشارجر ان شاء الله. ترقبوا. بيس. لا تنسون تضيفون على الانستغرام حتى تشوفون ستورياتي يومياتي. خلاص.